طبعا في العالم العربي في مؤسسات مسؤولة عن الرخصة بالدول الأخرى، في 136 دولة نحن نتواجد فيها. منقوم نحن بطريقة تعليم أو discussion groups مع ممثلين المناقشة، الحكومات نعم. للمناقشة إنه كيف ندخل مشروع الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر أو الاي سي دي ال بنظام التعليمي، شو الأسلوب أو شو النجاحات اللي قمنا فيها بأنحاء العالم أو المناطق الأخرى، وبنحاول نطبق هذا الشيء على مستوى الدولة. فمثل خدي عمان نعم. كمثال، عمان قامت بتطبيق الرخصة الدولية لكل طالب بصف ال 11، لكل أستاذ regardless of their domain، إذا بيعلموا تاريخ، دين، عربي، إنجليزي، ماث، whatever، لازم تجربة ياخذوا جيدة. الرخصة الدولية تكون جزء منهم. كمان في مبادرة تانية بعمان بأنه كل موظف بالحكومة درجة رابعة وما فوق لازم يكون عنده الرخصة. هناك مبادرات بالكويت وبالسعودية وبالإمارات مثل ما شرحت قبل، وبقطر وبالبحرين. إذن تنتشر هذه التجربة شيئا فشيئا. الحمد لله انه الرخصه انتشرت وصارت الديفاكتو ستاندرد، يعني صارت انه مطلع عليها من الحكومات كشغله اساسيه عم بتساعد على النمو الاقتصادي، عم بتساعد بالجهود الاصلاح التعليمي اللي عم بتقوم فيه الحكومات بدول مجلس التعاون. ولكن سيد جميل، هل تعتقد بأن هذه التجربة أيضا نجحت في 100% في معظم الدول العربية؟ وبتنا الآن نستطيع القول بأن تقنية المعلومات باتت متوفرة لدى الجميع، خاصة هناك ملفت نظري في صحيفة الحياة عنونت اليوم أليكسو تحذر الأميون العرب 70% و 0.2% فقط يستخدمون الإنترنت. كيفية مواجهة هذا الأمر، وأيضا كيفية التخلص من هذه الأرقام القليلة والضعيفة التي تؤكد أن بعض الدول العربية بحاجة أكثر إلى هذا الوعي لمواكبة تطور العصر، ما هو تعليقك على ذلك؟ يعني أنا بطلع على هالشيء إنه بداية، نحن وجودنا بداية، يعني تأسسنا بدول مجلس التعاون وهي بداية ما ممتازة. قلنا سنة، والحمد لله إنه قطعنا شوط كبير بفترة سنة، وإنه هلأ كل حكومات دول مجلس التعاون عارفة بوجودنا وعم بتعاونوا معنا وعم بيعطونا كل الدعم اللي ممكن نحظى فيه الحمد لله. لكن شيء اساسي، يعني هاي الارتكل اللي بالجريده يعني بيثبت انه كان في دراسه بايرلندا، ايرلندا اعتمدت على الرخصه الدوليه كجزء اساسي للتنميه الاقتصاديه، وادت لخلق 4400 وظيفه بالقطاع الحكومي، أدت إلى تقريبا 370 مليون يورو بالإيرادات السنوية للدولة. فالحمد لله أنه دول مجلس التعاون عم بتلاحظ أنه الاي سي تي أو التكنولوجيا شيء أساسي راح يكون بنمو الاقتصادي. يعني أخذي دبي كإكزامبل، دبي صار عندنا دبي انترنت سيتي، وصار عندنا ميديا سيتي، وعندنا نولج فيليج، وبالامكان تسهيل المعاملات اليوميه عن طريق الانترنت وعدم الذهاب الى المراكز الرسميه، صحيح؟ بالضبط بالضبط. بس صار في عندك جذب للاندستري، يعني صار شيء اساسي للنمو الاقتصادي للبلد. فهلا كل الدول العربيه عم تتصارع انه مين يجذب الشركات الاجنبيه او شركات التكنولوجيا بالاخص لإلها، او خلق صناعه بالتكنولوجيا عندها. فهذا هو التشالنج تبع كل دولة عربية، والحمد لله انه من سنة لهلا قطعنا شوط، ولكن انه في طبعا اشياء طبعا كثير هناك لازم خطوات نعملها. اخرى، ولكن كبداية هي بداية ممتازة كما ذكرنا في بداية هذه المقابلة. كمؤسسة، هل هناك من مشاريع مستقبلية في هذا الإطار تحديدا تنوون القيام بها في المستقبل القريب؟ نعم، يعني هناك عدة مشاريع عم نقوم فيها لتدريب موظفين الحكومة. في عدة حكومات بدول مجلس التعاون ناويين يعرضوا المواطن الرقمي. فطبعا هي الحافز اللي نجذب المواطن بأنه يتعلم كمبيوتر هو السر. فعم
عم نشتغل مع الحكومات بأنه نخلق هذا الحافز للمواطن، يصير في عند المواطن مثلا اي سيتيزن كارد، والاي سيتيزن كارد هاي كل ما يستخدم خدمات الإلكترونية، إذا كانت هي خدمات الحكومة أو المصرفية أو مثل الإيجيت هون عندنا بدبي، ممكن أنه يصير عنده بوينتس، وهاي البوينتس انه ممكن ياخذ فيها فاكيشن او تيكتس، نقاط تتجمع ومن ثم يكون هناك مثل جوائز ربحيه في النهايه. صح. هذا امر مشجع. نعم. بالطبع. نعم. السيد جميل عزو المدير العام للرخصه الدوليه لقياده الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، اشكر حضورك معنا في الصباح العربي في NBC عربيه، وايضا شكرا لك على هذه المعلومات، على امل ان يكون لدينا لقاءات اخرى لنتحدث اكثر عن المشاريع التي ستطلع